28 سنة، مواليد 89، بلد الفيوم. بدأت اللعبة وأنا عندي 8 سنين، والدي كان بطل أفريقيا وكان في المنتخب 8 سنين. والدتي طبعا كانت دايما بتشجعنا أن احنا حد مننا يبقى بطل زي والدي. أخواتي كلهم مارسوا لعبة رفع أثقال، كنا 4 أولاد. كنت بلعب 3 أيام مصارعة و3 أيام رفع أثقال، فاخدت اول جمهوريه مصارعه، كانت في اول بطوله ليا. المصارعه كانت ميزتها ان في بطولات في سن صغير، كانت وزن صغير غير رفع اثقال، كان لازم ان وزن كبير شويه، وسن بدايه البطولات من وزن من سن كبير. بدات ان انا اركز اموري كلها في رفع اثقال بالظبط سنه، ولعبت بطوله جمهوريه وخدت اول جمهوريه. جربت في مدرسه الموهوبين الرياضيه في مدينه نصر، كان حوالي 30 لاعب، اختار منهم 8 لعيبه، كنت انا منهم. كنت من محظوظ طبعا، توفيق ربنا ان انا اخش المكان ده. الكيان ده فرق معايا كتير، كان في مدرب اولمبي كابتن ماهر امير ربنا يرحمه. والدي توفى في اول بطوله دوليه ليا، كنت بخرج مصر في 2007، كنت في سوريا. رجعت قالوا لي والدي توفى بال 10 ايام. كانت صدمه بالنسبه لي، ان هو الشخص الوحيد اللي مدعمني، الشخص الوحيد اللي هو في جنبي، ان انا ازاي ابقى بطل اولمبي، وان انا ازاي اكمل مشوار طويل جدا. هو الوحيد اللي كان ممكن في دراسه ولا حاجه ان انا ممكن استغنى عن دراسه في سبيل ان انا اكمل رياضه. عاوز اقول لك قعدت السنه دي سنه صعبه جدا عليا، ما فيش اي مصدر يدعمني طبعا غير والدي. والدي مش موجود، والدتي شالت المسؤوليه من اليوم ده. ومدربيني كان الكابتن صبر ربنا يرحمه، كابتن جلال وكابتن محمد، اخواتي هم الثلاثه، وكانوا اصدقاء والدي، ووقفوا جنبي لحد الحمد لله ما كملت المسيره. كانت اول بطوله ليا في 2007 مشاركه فعلا حقيقيه، ان انا اكسر ارقام مصر لحد لما كسرتش في الناشئين، كانت وزن 56، شلت 238 كيلو. لحد الان ما كسرتش في السن ده. بدات مشاركتي في الدوره العربيه بحصد الميداليات، الحمد لله جبت 3 ميداليات ذهب، كانوا غاليين جدا عليا، وكنت خدت كاس احسن لاعب في الدوره العربيه، وكانت دي اول مشاركه ليا في الكبار. بدات من ساعتها بقى خلاص بقت اساسي في الناشئين والكبار. ل 2008 لعبت بطوله العالم في كولومبيا، جبت 3 ميداليات، 2 برونز و1 فضه. بعدها لعبت بطوله العالم في رومانيا ناشئين، كانت اخر سنه ناشئين، خدت مركز ثالث. سافرت اوغندا، لعبت بطوله افريقيا، جبت 6 ذهب، 3 ناشئين و3 كبار. بعدين لعبت بطوله العالم الكبار، كانت اول مشاركه ليا في الكبار وانا كنت 20 سنه، كانت في كوريا الجنوبيه، اخدت المركز ال 12. كانت صدمه بالنسبه لي، ان انا كنت فاكر نفسي كل بطوله اروح اجيب ميداليات ان انا اخد المركز ال 12. طبعا مشوار طويل. بدات من 2012، من 2009 بدات ان انا احلم ان انا ازاي ابقى بطل عالم واقف وسط ابطال عالم كبار. 2010 ما شاركتش في اي بطولات دوليه، كان بسبب الكليه، كانت كليه التربيه الرياضيه وتخصص تدريب رفع اثقال، فكان المجال كله نفسي اخده خبره واخده علم. خدت الخبره وخدت العلم، وهتقدر تنجح، هتقدر تكمل، هتقدر توصل، هتقدر تثبت ذاتك، هتقدر تمسك الحته بتاعتك وتبقى انت خبير فيها. 2011 لعبت بطوله العالم للجامعات، كانت في الصين، اخدت مركز رابع. في 2012 لعبت بطوله الجمهوريه، كانت قبل الدوره الاولمبيه بثلاث شهور او 4 شهور، اخدت مركز اول. وحللت حصل لي مشكله في وجود مبدأ محظوره، كانت اول مره تحصل لي، وتوقفت فيها سنتين. اخدت فيها سنتين ايقاف عن المشاركه في اي بطولات دوليه، وبقت بصمه سوداء لاي لاعب ان ممكن اي رياض ان ممكن يحصل له مشكله زي كده. طبعا حقيقي يعني دي كانت محنه، ولكن كانت لازما وقت زي كده يحصل عشان ابدا افوق، ابدا اعرف ان مش كل الحياه تبقى سهله، لازم ضربه حقيقيه تحصل لك عشان تبين صدق النيه فيك، تبين ازاي انت عايز اللي انت شايف نفسك فيه انك ممكن تحققه. سنتين صعبين جدا عليا، ولكن ربنا اراد في السنتين دول اخلص كليه التربيه الرياضيه. رجعت في 2014 ثبت وجودي بارقام عربيه وافريقيه في كانت بطوله الشركات، بعد ما حللت 4 تحاليل، عشان الارقام اللي كنت بعملها طبعا كنت خارج منتخب، فارقام عاليه جدا وارقام ابطال عالم. ولكن المشكله اللي حصلت لي غير مقصوده، فعندك طريقين، يا اما خلاص تبقى دي النهايه وتبقى دي نهايه القصه، يا اما ترجع بارقام افضل وتثبت ان الموضوع ده غير مقصود. بدايتي في 2014 في بطوله عالم كبار في كازاخستان، حققت انجاز كبير جدا في وزن 69،
عملت ارقام مصريه جديده، مجموعه جديده 334. جبت ميداليتين فضه وميداليه برونز في الخطف، وكان اول لاعب يجيب ميداليه برونز في الخطف من زمن طويل جدا. لعبه مهريه جدا ومحتاج شغل كبير جدا. 2015 كانت مسؤوليه اصعب من 2014، صعدت وزن الوزن 77 كيلو، فكان لازم ان انا احقق ذاتي وان انا اثبت وجودي. ففي وقت قصير والدوره الاولمبيه يعني قبل بسنتين تطلع وزن جديد، والدوره الاولمبيه كانت بالنسبه لي هو الحلم الحقيقي، هو التاريخ، هو فعلا كانت بتتعبني نفسيا لما ارجع من بطولات عالم جايب ميداليات ما الاقيش حد في المطار ولا حد واخد باله مني، رغم ان كل القنوات العالميه والاوروبيه بيبقوا هم دايما متابعين الحدث باول باول، وبحس فعلا ان انا عملت حاجه. وكانوا دايما شايفين ان انا حاله شاذه، ان انا طفره مش موجوده. بحاول تاخد اتجاه معين في لعبتي، حاولت ان انا ادخل الميكس اللي انا اتعلمته في تربيه رياضيه جوه لعبتي. الحمد لله بقى ليا بصمه دلوقتي، بقى ليا كيان اسمه محمد ايهاب. الميداليه الاولمبيه بتمثل لي تعب مدربين كتير جدا تعبوا معايا، وحلم كبير جدا رغم الامكانيات كانت قليله، ولكن فعلا اللي مصدق اللي هو يقدر يوصل مهما مر الوقت هيوصل للمكان اللي هو شايف نفسه فيه. فهي مساله رؤيه، مساله حلم، مساله اراده وعزيمه، مساله نفس طويل. تنيت من 2008 ان انا العب الدوره الاولمبيه، ما حالفنيش الحظ. 2012 في لندن ما حصل لي مشكله الايقاف، 2016 ربنا اعطاني الميداليه الاولمبيه، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله. في طوكيو بنحاول ان احنا نتعلم من اخطاء الماضي، والخبره كلها تطلع في الثلاث سنين الجايين ان شاء الله. عندنا اول مشاركه اللي جايه ان شاء الله بطوله عالم في امريكا، اتمنى تبقى دي بدايه الذهب العالمي ان شاء الله. بنستعد بكل الخبرات اللي فاتت وبكل تجهيزنا وبكل تضحياتنا، ان كان فكره او ان كان مال او ان كان وقت او ان كان مجهود او ان كان تركيز. 3 شهور ان شاء الله قبل بطوله العالم، وزي ما انتم شايفين دي فتره من فترات، فالموضوع مجهود نفسي ومجهود عصبي، على اساس انك الناس كلها دلوقتي جايين بنفس بطل العالم، ومصر كلها متعشمه ان حد يساعدهم ويفرحهم ويحافظ على الانجاز اللي عمله. اتمنى اكون عندي حسن ظن.